السؤال 19 هو بالطبع التطبيق مباشر أو ناتج مباشر من المحاضرة. إذا for a plane mirror the object and the image are equal، إذا متساويين تماما، فقط متناظرين بالنسبة للمرآة. إذا حتما المقاييس تاعها متساوية وليس هناك أي انعكاس في الصورة بالنسبة للجسم. إذا السؤال أو عفوا الجواب الصحيح هو الثاني أو بي.